واحنا الطريق تنعانيو لمده تقريبا 12 سنه هذه تنعانيو من جهه الحفاري، وكل مره تيقولوا راه بتصاوب راه بتصاوب بتصاوب لمده 12 سنه هذه، والارواح تيموتوا فيها. والخير دليل يعني تقريبا واحد 3 ايام هذه ولا 4 ايام ماتوا جوج الناس، جوج الشباب يعني في مقتضى العمر ديالهم توفوا بسبب هذا الحفاري. جا واحد السيد بي فراني، جاوا الاخرين جاوا فيه بهذيك المشكله ديال 96. وهذا الطريق يعني هي شريان ديال مراكش اي تورير، ما بين مراكش اي تورير، باب غومات للناس اللي عارفين مزيان، باب غومات اي تورير تقريبا 9 كيلومتر و600 متر بالضبط، وواحد الدرجه يرتلى يعني واحد اش نقول لك، الحفاري في كل بلاصه، ما بين الحفره وحفره حفره. بالنسبه للاناره ما كايناش كاع من عاد ما بصفه عامه، ودي زعما حدا منتجعات اللي هما يعني في لا نقول سميات ماشي مشكل، منتجعات سياحيه اللي واصله. الضو ما كاينش، واش تيجيو تيديروا شي حلول ترقيعيه، لان تيدوز من فوق من بعدها يومين ثلاث ايام تيرجعوا الحفاري كما كانوا. المطالب ديالنا هو يكون لها شي حل اللي هو جدري، ماشي يبقى الترقيع راه تيقتل لنا ولادنا وتيقتل لنا عائلتنا، وراه تكرفصنا فيه بزاف صراحه لمده 12 سنه هذه، وهو هذا المشكل كاين. راه الناس شحال من واحد مسكين مشى ضحيه مات، شحال من واحد تعطب، بالاخص عاوتاني بالليل. وهاد الحفاري اللي فيها راه حفره حافيه، كاين شي حفاري غارقين وبزاف، ماشي غارقين بزاف. ودابا هاد وجرات ها هما تيجيو تيرقعوا، الترقع راه ماشي حل، راه كيعمر الحفره وكيخليو الجنب ديال الطريق، راه هي راه اللي خرج جنب الطريق ولا كان غادي على موتور ولا على طوموبيلته ولا راه كوارث، بلا ما نهضروا على الكوارث الماديه، كنشوفوا الكوارث البشريه، شحال من واحد مسكين مات وهذوك اللي تعطبوا. راه لا اله الا الله، وبالاخص عاوتاني بالليل الظلام، وهاد الطريق سياحيه وهي اللي كتربط بين مراكش ووردازات، يعني راه الطريق خاصها تكون رئيسيه، راه خاصها تكون على الاقل يكون هنا دوبل فوا. اخويا كنعانيو من هاد الطريق بزاف، والله العظيم الا فيها الحفاري بزاف وخطيره بزاف، مالي الموتورات مالي الموتورات، راه ديما الحوادث هنا، ديما الحوادث يوميين الحوادث. تاي الانسان عنده الحفره وكيبغي يروح على الحفره، الله يكون في العوان، كاين اللي ما كيشوف شوراه كيجي في طوموبيل، وديما الحوادث هنا. هاد المسؤولين الله يجازيهم بخير كنطلبوا منهم يصايبوا لنا الطريق هذه، يزيدوا فيها شويه في العرض، ويديروا فيها تحديد السرعه، ويديروا فيها كل شيء اللي بغاو، اللي هما اللي يعني باش ما تكون السرعه ثاني بزاف. هاد الشيء اللي كاين هو هذا، عرفتي دابا تتسرح الطريق تتولي السرعه، ولكن يديروا اللوازم ديالهم، والله يجازيهم بخير وشكرا لهم، الله يرحم الوالدين.